السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل شيء برنامج اسمه بروتوكول تيستر، نشيك البروتوكول فيها. طبعا حنعمل كلاس، هذا الكلاس اسمه بروتوكول تيستر. بروتوكول think like this اسمه بروتوكول تيست، ونخلي له مين. حنعمله بكلاس واحد. جميل جدا. هنا ايش راح نسوي؟ راح نعمل سترينج. هذا سترينج حيكون هوست، حيحتوي على الهوست في داخله. فور اكزامبل هذا، اوكي. طبعا انا ما عندي عداوه ويا شركه اوبن سورس، ما عندي اي عداوه، بالعكس انا احبها، ونظامي اصلا هو اوبن سورس، بس هو يعني من تفتح المتصفح يطلع لك هذا الموقع، فاني اخذته كمثال. فهنا فارزه مؤقته، يعني ما عندي شيء وياهم. نعمل سترينج اخر، سترينج مثلا سترينج فايل، حيساوي لنا مثلا الاندكس مالتهم، اندكس دوت اتش تي ام ال. حنعمل سترينج اخر، لكن هذا سترينج هو اراي سترينج. هذا اراي سترينج، طبعا قبل لا راح تسالني ليش تختار اراي سترينج، انت كم بروتوكول عندك؟ اتش تي بي، اتش تي بي اس، اف تي بي، ميل 2، تيلينت، فايل، لاب، ال داب، جو، جوفر عفوا، الجي دي بي سي، ريم، جي ان دي اي، جار، دوك، نت دوك، NFS، كثير، finger day time، وعندك system resource. فأنت حتعمل هاي الأشياء كلها شلون؟ يعني خو ما حتعمل string تعرفهم كلتهم مع بعض، لا أكيد. فعندك array هو box تضع بها هاي الأشياء، حنسميها مثلا regular expression يساوي، طبعا هذا array. فالاراي حيحتوي على عناصر منها ال HTTP، اوكي، او عندك ال HTTPS، او عندك ال FTP. هذا كاركتر دير بالكم هالشكل FTP as string. زين عندك mail to، نسينا نخليها داخل. عندك مثلا telnet، عندك مثلا فايل ممكن يكون، صح؟ عندك مثلا LDAP. طبعا هعمل دور عن LDAP، LDAP مهم جدا، و GDBC هذا ايضا عندنا دورة عليها. ممكن يكون NFS، وتقدر تضيف أي شيء آخر، أوكي؟ أي شيء آخر ممكن تضيفه. هذا بالنسبة لي الـ Array. جميل. بعد ذلك شو راح نعمل؟ راح نعمل for ونتأكد إنه يدعم هذا أو ما يدعمها. طبعاً إذا كان يدعمها حيظهر إنه support، إذا ما كان يدعمها ما راح يطلع support. FRP منو هذا؟ FTP. شوف ما حد منبهني. اذا حنحتاج انه ندخل في هذا الاري واحد واحد ونبدا بالحساب. بالحالة شو احتاج؟ يلا يا شطار، فور، صح، فور مالتي. حاعملها فور اعتيادي جدا. اري، زين خلينا نكتبها احنا، فور انت اي equals to zero. فارزة الاي يكون اصغر من الريجكس دوت لينث، صح؟ بعد ذلك نعمل فارزة اي بلس بلس. جميل جدا. فارزة بنقطة
تمام. هنا ايش راح اسوي؟ راح اعمل يو ار ال، زين، يو لازم اعرف يو ار ال حتى يعملها رابط ويعمل تحقيق، يساوي لان ما عرفت فوق نيو يو ار ال، انا عرفت فقط سترينجز، زين كيف يعرف انه هذا يو ار ال رابط صح؟ فاحتاج انه اعرفه كيو ار ال. فش احتاج؟ احتاج انه الريجكس يدخل في العناصر الموجوده في الاراي اللي هي الاي صح؟ بعد ذلك يجي يعمل هوست اللي هو هذا، يعني حياخذ مثلا HTTP، طبعا هذا ما نحتاجه عفوا، حيدخل ويتحقق من هذا الرابط، هذا الرابط يتعامل HTTP FTP mail to telnet FTP اوكي. فبعد ذلك نجي فارز فايل اللي هو هذا، ونكتب فارس من الخطأ، ونجي ناخذ المكتبة، اتصور يحتاج ثرو. جميل جدا. بعد ذلك هجي اعمل انتر. هنا خلينا نشوف الوقت، 6 دقائق، خلينا نكمل، ما نطول عليكم هواية. نقول له system.out.println، واجي هنا أنا اكتب فارز من القطع، هخلي في داخله الريجكس للاي اي، واجي هنا أنا زائدا مثلا حامل مسافة is supported اوكي، حامل سلاش هالشكل. زين احتاج الى واحد اخر في حالة is not supported. خلونا نعمل run ونشيك. اوكي تيلنت unknown exception، عملنا ثرو. اذا في هذه الحاله احنا نخليها بالتراي كاتش يكون افضل صح. شوف هنا عندك ال HTTP is supported، HTTP not supported، ليش HTTPS is supported، HTTPS is not supported، file supported، FTP not supported. صار عندنا مشاكل. زين شلون نحل هاي المشكله؟ لو نجي نشيل هذا ونشيل هذا ايضا ونضع هذا في التراي كاتش، هذول الاثنين رايت كليك سراوند وذ تراي كاتش اوكي، هذا راح ناخذه في حالة الايرور. زين في حالة المشكلة اوكي. زين شو احتاج بعد؟ هنا عندي الاكسبشن مال فور اكسبشن، خلوها نسوي هالاكسبشن مالته جنرال ايو اكسبشن. زين اوكي سيستم اوت rejects system out اوكي. خلينا نعمل run. هسه تمام، لاحظ HTTP is supported، HTTPS is supported، FTP is supported، mail to is supported، telnet is not supported, file is supported, LDAP is not supported, GDBC is not supported, NFS is not supported. إذن أنا عرفت هذا الموقع يدعم شنو؟ أستطيع من التحليل، أستطيع من هذا الكلاس أنه أحلل أعرف هذا الموقع يدعم الـ HTTP ويدعم الـ HTTPS، أيضا يدعم الـ FTP ويدعم الـ Mail to،
لكن ما يدعم التلنت، لكن يدعم الفايل، وما يدعم ال LDAP وما يدعم ال GDBC وما يدعم ال NFS. الصورة صارت واضحة، هسا عرفت انه هذا الموقع شو اللي يدعمه وشو اللي ما يدعمه. الفكرة من عنده انه انت تستطيع بعد ما تكمل كودك على السيرفر تستطيع تعرف سيرفرك يدعم شو الخدمات او بروتوكولز اللي يدعمها. كذلك ينفع للمطور في حالة اذا انه يريد يعمل تيست يعرف شنو الخدمات المتوفرة في هذا الموقع وشنو الخدمات الغير متوفرة بها. لهنا احنا نجي لنهاية الدرس ونكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامة.